السلام عليكم. نقدم لكم نفسي، الاسم يوسف مداحي، يعني من مواليد القنيطرة في منطقة الأطلس بجانب بيرنزاران. لظروف اجتماعية وأسرية هذه 4 سنوات خويت البيت ديالنا تمايا ودرنا وليدات، جينا سكننا في هذه الأرض السعيدة هنايا في منطقة ولاد موسى تابعة الحنشة. هذا التسجيل هذا بمساعدة من الإخوان ديالي في موقع كينيترا 36، الله يجازيهم بخير. بغيت نوصل الصوت ديالي للمغاربة عموما والقنيطريين خاصة، باش يعرفوا المعاناة ديال الساكنة ديال هذه المدينة هذه، والتهميش والحيف والظلم وسياسات الريع اللي تيقوم بها هذا المجلس البلدي اللي كيدعيوا العدالة والتنمية. انا اقتسم معكم يعني التجربه ديالي الشخصيه في هذا المشكل ديال سوق القرب ديال بيرنزاران. المهنه ديالي انايا هي بائع متجول للفواكه في ساحه بيرنزاران، وكما قدمت لكم رانا من الساكنه ديال ديك المنطقه، عندي 2 وليدات، طالب جامعي حاصل على شهاده الدوق، ما استطعتش انني نكمل بحكم العمل ويعني والاعباء الاسريه. ف الاشكال اللي وقع منين جا هذا المشروع هذا هو ان احنا واحد المجموعه ديال الناس يعني تقصينا من الاستفاده من هذا المشروع هذا. علاش؟ لان المشروع كان فيه في البدايه 120 حانوت، هاد 120 حانوت كانت كافيه لو كانوا فقط المستفيدين هم اصحاب الكرارس وشيط الخير. فشنو وقع؟ الجمعيه اللي سهرت على هذا المشروع دخلت، يعني اصلا هما يستحقوا، ولكن الاشكال هو ان المكتب المسير دخل الزوجات ديالو، دخل يعني افراد كثيره من الاسر ديالو، بحال مثلا رئيس الجمعيه 5 هما من اسره واحده، النائب رئيس الجمعيه 3 من اسره واحده، باقي اعضاء المكتب المسير تتراوح يعني عدد المستفيدين ما بين 2 و3، اضافه للجماله اصحاب هريه، الناس لاباس عليهم، تجار صحاح في منطقه خبازات وبيران زراره، كلشي كيعرفوهم القنيطريين، خداو الحوانت، مول الكروسا اش غادي يبقى ليه؟ فشنو وقع؟ هذوك الناس اللي كيبيعوا ويشريوا تما في ساحه بيران زران، اللي قدروا يركبوا عليه وضعيف او لا ما باسلش ويعني وانسان خدام على وليداته وداخل سوق راسه ورقصاوه، اللي عنده شي كاله ولا عنده شي حد في المجلس ولا شي حد في شي يعني في شي جهه معينه وقدر يكالي عليه ويدفع عليه راه استفاد. اللي باسل يعني تيهضر بالمضى وتيهضر بالبساله وتيهضر بالصداع راه استفاد، والباقيه راه تقصاو. في ظل هذا الاقصاء هذا قمنا بشكايات انا واحد التنسيقيه، احنا فيها 34 شخص، كنت انا اللي متزعمهم بحكم انهم تيسبقوني عليهم لا لشيء الا الاقدميه والسكن ويعني والمستوى الدراسي، هذا الشيء علاش؟ فخذيت انا هذه المبادره هذه وندمت من بعد، لان سبابي فاش تقصيت لحد الان هو هذه المبادره اللي قمت بها انايا فهذيك الجمعيه حسباتني انني انا عدو لها، بغيت نوض لها الصداع، بغيت نخسر عليها المشروع ديالها، فناضوا قصاولي. المهم وصلنا لهذه النقطة هذه ديال أننا قمنا بتنسيقية ودرنا شكايات، راسلنا قمنا بشكاية للمجلس البلدي، للباشا، للولاية، لرئيسة المقاطعة، المهم هو حتى واحد ما جاوبنا. كانت هو نقاشات معاهم بحال المسألة، يعني رئيسة المقاطعة كانت تستضفنا تدير التقارير ديالها في إطار العمل ديالها، هذا الشيء هذا هو الجهد ديالها. رئيس المجلس البلدي ديما تيقول لنا أنا حنا فقط كنفوضوا الأرض، حنا ما عندناش علاقة باللائحة، سيروا دعيوا المجلس، سيروا قوموا بدعوة يعني دعوة ضد الجمعية وقدموها سميتو قدموها للباشا، قدموها دعوة عند الباشا أو للمحكمة أو في الولاية، حنا بعاد يعني ديما قصدوا السلطه. السلطه كتقول لك هذا المشروع حنا ما دخلناش فيه اصلا، المجلس البلدي مع الجمعيه. المجلس البلدي دار واحد الطفره هو ان في ظل دستور 2011 حاول ينسق مع هيئه ديال المجتمع المدني، هذا الشيء مزيان، ولكن هما ركبوا على الدستور بواحد الطريقه غريبه، هو ان هذه الجمعيه هذه الدستور عطاها كمجتمع مدني، عطاها الحق في انها تطرح مشروع وتكلف به وتسهر عليه، مزيان هذا الشيء، ولكن راه الدستور راه ضروري فيه قوانين وفيه يعني نصوص ومساطير خاصها تحاسب هذه الجمعيه. حنا بغينا عين الجهه اللي غتحاسب لنا هذه الجمعيه وندعيو عندها. المجلس البلدي تيقول لك انا بعيد من هذا الشيء، الجمعيه هي اللي مكلفه. السلطه كتقول لك حنا ما دخلنا في حتى شي حاجه من هذا المشروع، ما صادقنا، ما فيريفينا، ما درنا حتى شي حاجه، المجلس البلدي هو اللي يتحمل المسؤوليه، بقينا في هذه الدوامه هذه. المهم رجع لكم النقطه ديال ان هذه الجمعيه درناها تنسيقيه، قمنا بشكايات.
منين وصل الوضع ديال ان الشكايات ما كاينش اجوبه مقنعه، ما كاين حتى شي واحد يرشدك باش دير شي حاجه، وتقول لك حنا ما عندنا حتى شي سلطه على الجمعيه من فوق هذا الشيء. الجمعيه يعني بالعربيه دير اللي بغات. وصل الوقت الموعد ديال ان المشروع غيبدا، جات تحطت السلعه تمايا، مشينا عند الجمعيه قلنا لهم ودوش حنا كاينين في اللائحه ولا ما كاينينش؟ قالوا لنا سيروا بحالكم، باغيين ديروا لنا المشاكل. حنا نديروا المشاكل في البلاصه فين كنبيعوا ونشريوا، ريحنا لهم تمايا. قلنا لهم المشروع ما غيبداش، حنا كنبيعوا ونشريوا هنايا، غتحيدونا وديروا مشروع؟ حنا ما محركينش من هنا حتى تشوفوا شنو غديروا معنا الحل. فتما ولات صداع، فناض يعني الجمعيه حرضت علينا الدراري الشماكريه تمايا اللي خافوا منهم واستافدوا منهم، تحاب لهم حنا نخافوا منهم وغنهربوا. صدقنا حنا بقينا واقفين تمايا وما دابزناش معاهم، تعداو علينا، درنا شي. من بعد انا قمت بشكايه دفعتها لسميتو يعني السيد وكيل الملك. المهم ناض صداع، جاو يعني السلطات بما فيها رئيسة المقاطعة، جا رئيس الدائرة، يعني السلطات المحلية، قوة التدخل السريع. فرئيس الدائرة بدوره قام بإيقاف المشروع واستدعانا، قالنا نهار اثنين إن شاء الله تجيو عندنا، تجيو عندي ونشوفوا الحل ديال هادشي. مشينا عندو نهار اثنين، شكينا عليه، قلنا له واش واقع، تصنت لينا في الآخر. قالنا ولدي حنا هادشي هذا ما كندخلوش فيه، انا المشروع حبستو في اطار المقاربه الامنيه، لان ما يمكنش غينوض صداع ليا تمايا المدابزه القتيله ونسكتو، غنحبسو المشروع. ولكن حاجه اخرى راه ماشي من السلطات ديالنا، سيروا شوفوا الجهات المعنيه، والجهات المعنيه هي المجلس البلدي هو اللي يحل لكم هذا المشكل هذا. دازت الايام المجلس البلدي يعني بضغوط منه يعني ما فهمناش، كيقول لك رئيس الحكومه تماسيح وعفاريت تتحاربوا، وراه انت راه عندك تماسيح وعفاريت، عندك مستشارين وناس ما تنفهموش كي تيديروا المشاكل ويحلوها. حنا اصحاب مظلمه، اصحاب حق، يعني الناس راكبين علينا. ملي كتجي تتقلب تقول لك المجلس البلدي حنا ما كندير حتى شي حاجه، ملي كنسولوا الجمعيه كتقول لك راه المجلس البلدي هو يمكن لي على كل شيء دير اللي بغات كيتحداونا. المهم دازت هذه النقطه هذه. ملي وصلنا للشكايات وقضيه عند الوكيل الملك ونوليو في دعوه قضائيه، واحد السيد من العائله شكيت عليه، قلت له شنو وقع لي شنو وقع لي، لقاني بواحد المستشار مع العداله والتنميه على اساس انه يصلح بيني وبين الجمعيه. فعلا داك الشيء اللي تم، صلح بيني وبين الجمعيه على اساس انني غنتنازل على الدعوه وبدورها الجمعيه غتعطيني حقي في الاستفاده انني ناخذ حانوت. هذا الشيء اللي كان. كتبت انا تنازل ووفيت بالوعد ديالي، كتبت تنازل لان انا ما عنديش غرض انني نوض صداع. ضربوني وداك الشيء، المهم الله يسامح، انا باغي نستافد، ضربوا داك الشيء انا ما تيهمنيش. يعني فمن بعد وصل وقت الاستفاده، يعني 37 حانوت اللي غتزاد، مشيت عند الجمعيه تلقى الاسم ديالي ما كاينش. نائب رئيس الجمعيه اللي تكلف وكان جرى بيناتنا الصلح قال لك مسافر، مشى لبلادو لدكاله، تتسنى حتى يجي. اتصلت بالمستشار اللي صلح بيني وبينه وتوسط بيني وبينه، حكيت عليه، قال لي انا عشيه نتصل بك. عشيه اتصلت به ما اتصلش، عيطت له انايا ما جاوبنيش. دازت الايام تنتصل به عاوتاني ثلاثه خطرات ما كيجاوبنيش، يعني انا ما عندي ما ندير لك. المهم دازت موراها هذيك الاستفاده، بقيت لاصق للجمعيه، قالوا لنا راه تزاد واحد 12 حانوت. هاد 12 حانوت هذه، هاد 12 حانوت اللي غيسهر عليها هو واحد المستشار في يعني في مع العداله، يعني عنده جمعيه كذلك هو في نفس المنطقه في بيران زران، هو اللي غيسهر على هاد الامور هذه وغادي يفيري في اللوائح اللي غتستافد في 12 حانوت، وانت راه معاهم. والنائب ديال رئيس الجمعيه مشيت عنده حتى للبيت انا والوالده ديالي، وتيوعدني وتيحلف بالله انك غادي تاخذ حانوت في 12 حانوت بلا صداع بلا حتى شي حاجه، راك غتاخذ، سمح لنا ضيعناك في الاول ولكن دابا راك غتاخذ. قلنا شي بس ما كان، فرحت انا ملي سمعت هذا المستشار لان عنده سمعه طيبه، يلا دخل المجلس البلدي، كان تيسمع لي انه تيوقف مع الناس تما في الحومه، وعارف المشاكل ديالي من الاول حتى الاخر، واصلا وقف أو يعني حضر الوقفه الاحتجاجيه اللي درنا من مور ذاك الوقفه الاحتجاجيه، دار معايا درنا انا وياه، نسقنا انا وياه باش على اساس نديروا واحد الجمعيه ناسوها، وحنا نتكفلوا بداك 37 حانوت اللي داز اللي عاد دار. واصلا هي الفكره ديالي ديك 37 زياده، والمجلس صادق عليها باش يتحل الصداع ديال هذوك 34 واحد اللي نوضوا الصداع في الاول. فهي هذيك درنا لجنه تحضيريه، كان معايا هذا السيد المستشار بالاسم ديالو بلا سينياتور ديالو، باش غنديروا لجنه تحضيريه وغنأسسوا جمعيه. غرفه التجاره والصناعه صادقت لينا، عطاتنا رخصه باش نديروا جمعيه. هذا الشيء راه موثق، يعني مسيني الامور ديالو يعني تامه. من موراها السلطه في شخص الباشا ما قبلتش لينا الجمعيه. مهم كملنا في شكل النضال. دابا نرجع لكم لنقطة المستشار اللي تدخل في ذاك الوقت.
اللي قلت لكم ما تلاش جاوبني عاوتاني. فهي هذيك فاسيدي ملي وصلت القضيه 12 حانوت غتزاد تعطى لولاد الحومه اللي وعدهم المجلس البلدي في اطار الحمله الانتخابيه. هادو 12 حانوت هنا نقطه استفهام، 12 حانوت تعطى ولاد الحومه ما كيبيعوش ويشريو حيت هما شباب معطل مزيان يستافدوا مزيان، ولكن راه هناك اولويه. الناس راه الناس راه شاكيه، الناس راه كتبيع وتشري، راه كتعول الاسر. الحرفه ديالها هي هذه الاولويه والاحقيه لهاد الناس هادو. علاش خليتوا هاد الناس والذرائع والاغراض حزبيه ضيقه عطيتوا لهاد الناس هادو وخليتونا حنايا؟ المهم علينا، قلت انا عندي ما نبقى في صداع خليني تابع الموجه. قلت مع 12 حانوت غيعطيوني معاهم، قلت شي بس ما كان ناخذ معاهم ونهني الصداع، ما كاين حتى مشكل. دازت الايام، خصوصا ملي لقيت هذاك المستشار ولا يسرح يسهر على ديك اللائحه فرحت، لانه عارف الدوسي ديالي من الاول حتى الاخر. مرارا سهرت معاه في المقر ديال الجمعيه ديالو وتنذكروا على هذا الشيء هذا وتنحاولوا نوضعوا له حلول. واحد الخطره راه هزني تعطلت بزاف تمايا في بيرانزران، هزني بالطوموبيل ديالو وصلني حتى لهاد البراكه هادي حتى لهنا حتى للشانطي تحتاني توصلني وتيواعدني انني حقي غادي ناخذه، خاصه ملي دخل هو للمجلس. كتشوف هاد السيد كيعرفك وعارف المسائل كامله ودخل للمجلس كتقول صافي مشكلتي تحلات، حتى انا ولات عندي كاله بحال دوك الناس الاخرين. ومن الامور اللي كانت يعيب على الجمعيه من غير انايا الناس اللي ضيعونا، كانت يعيب على الجمعيه انهم دخلوا اختو استافدت خدات حانوت في موقع مزيان وكبير من الحجم الكبير. علاش؟ لان الاخت ديالو زوجه ديال واحد من الاعضاء المكتب المسير ديال الجمعيه ديال بائع الفواكه في بيران زاران، كان تيقول لي انني انا كنعيب على اختي انها تستافد في ذاك المشروع، واختي دابا انا ما كتهضرش معايا على اساس نلوم الجمعيه عيالاتكم ما ياخذوش. دازت الايام صدق خلا اختو استافدت، ماشي دار شي حل باش اختو تحين، لا، زاد خوه وخوه واحد اخر، زاد جوج خوتو ضافهم على اختو، صدقوا حتى هما استافدوا. شنو كتسمى هادي؟ واش غنسميوها محسوبيه؟ واش غنسميوها استغلال نفوذ حيت ولا مستشار في المجلس؟ ما فهمناش شنو غنسميوها، المهم انتوما حكموا. وهذا عبدو ربيه اللي عارف الدوسي ديالو من الاول حتى الاخر، نهار تلاقيته قلت له ها انت 12 حانوت وانت راه ساهر على اللائحه. قال لي راه كتغبر عليا. قلت له كيفاش تنغبر عليك وانت عارف الدوسي ديالي من الاول حتى الاخر، عارف المشاكل ديالي، كيفاش غبر عليا؟ عيط ليا في التليفون، انا احداك كروستيها هي غير هنايا، دوز عندي قول ليا. انا راه منين عرفتك انت اللي ساهر على هذا الشيء راه طمأنيت، قلت صافي استفدت، سال الصداع سال الصداع وحقي رانا غادي ناخذو. دابا وليتي تقول لي راه غبرتي، قال لي المهم غير تحرك على راسك وغنشوفوا شي حل. هذا الحل راه ما كاينش. وصلنا لهذ النقطه على ديال انني ندير تسجيل ونقتسم هذا المشكل هذا مع المغاربه كاملين، خاصه القنيطيرين القنيطيريون، واللي تيظن في هذه العداله والتنميه راها حزب ديال العداله الحقيقيه والتنميه الحقيقيه. انا حكيت لكم الدوسي ديالي وانتم حكموا واش كاينه شي عداله واش كاين تنميه. في نظري انايا ومن خلال المشاكل اللي مريت بها في هذا البيرانزاران هذا وتا السكن ديالي، ما كاين لا عداله لا والو، كاين الريع، كاين المحسوبيه، كاين الزبونيه، كاين مبدا وقاعده القوامل. عطيني نعطيك هادشي انا اللي استخلصته من خلال تجربتي الشخصيه. نقطه اخيره اللي خلاني كذلك هو انني نقوم بهذا التسجيل هو تحدي اخير مع السيد الوزير راس الحربه في هذه المدينه السيد عزيز الرباح. اتصلت به بالهاتف قلت له انا مواطن مدينه القنيطره السيد الوزير ومناضلين معك في الحزب ديالك، عطاوني رقم الهاتف ديالك. قال لي راه شوف ملي وصلتي لهذ النقطه راه السي عزيز هو اللي يحل لك المشكل، اتصل به هو يقول لك شنو غادي دير. فاتصلت به وقلت له شنو وقع ليا؟ قال لي حنا ما كندخلوش في اللائحه، حنا عطينا الارض ساويه 200 مليون درنا على الخير عطيناها للجمعيه. قلت له راكم عطيتوها للشفاره، درتوا الخير مزيان ولكن كملوا خيركم، هذه اللائحه ما يمكنش تعطيها للجمعيه. ما قاريه ما تتعرف من اللي في الزرواطه، حياتها كامله في الكرارس، انتم عارفين المنطق ديال الكروسه، عندنا مبدا الغابه. القوي تيغلب الضعيف، انسان عايش بهذه الافكار حياته كامله، أتعطيه مسؤوليه انه يسير مشروع ويفيري في اللوائح ويشوف اللي يستافد واللي ما يستافدش، راكم عطيتو المشروع للشفاره. قال لي انا ما عندي ما ندير لك، احنا ما كندخلوش في اللوائح. قلت له واخا، ولكن المستشار ديالك راه هو اللي كان مسؤول على التنسيقيه النخره ديال 12 حانوت. راه صدق خلاني انا ودخل خوتو، راه كيعرفني بالسميه، كيعرفني بدارنا، كيعرف براكتي فين كاينه، تيعرف ولادي، تيعرف المعاناه اللي عانيتها. قال لي سير دعيه. فالسي الوزير تيقول لي على المستشار ديالو دعيه.
وهذاك راه مستشار ديالك، انا تنتصل بك باش تقول لي ادعيه، راه انت اللي عندك المسؤوليه ديال حق المساءله لهذا المستشار، انا مستشار ليك، تينوب عليك، هو اللي تينسق، هو اللي تيفيريفي ديك اللائحه، هو اللي تيشوف اللي عنده الحق واللي ما عندوش الحق تمايا. خلانا حنايا ودخل خوتو، اذا انت كرئيس مجلس بلادي خصك تسائلو، ماشي كوزير وانما كرئيس مجلس بلادي خصك تسائلو، تقول له يا سي المستشار اش هادشي كدير، اش هاد الروينه داير ليا؟ حنا تنعيبو على الجمعيه انها حشمت بينا، حرجتنا امام الراي العام، وليتي انت تجيب خوتك وتدخلهم، هادشي اللي كنت تنتظر منك تقولوا ليا، او على الاقل على الاقل باش ما تحرش راسك امام الراي العام، جرني قول لي يا ولدي دوز المجلس البلدي ونشوفوا لك حل، اذا كنتي صاحب حق، على الاقل. وليتي تقول لي سير دعيه، ملي قلت له انا ما قادش على الدعوه، ما عنديش فلوس المحكمه الاداريه، ما عنديش فلوسها، ما عنديش الجهد ديالها، عندي كروسه يلاه تنترزق الله نجيب طرف الخبز لوليداتي. وليتي كتقول لي دعيه، انا راه ما قاد على دعوه، قاد على حاجه وحده، هو بيناتنا وسائل التواصل الاجتماعي، قال لي مرحبا، يعني كيتحداني. اه الهضره يعني انتم المهم انتم كمغاربه راه عارفين شنو كاين، هذا راه حيز ديال الهضره، اللسان راه ماضي عندهم. حنا راه على قد الحال، جهدنا وعاودنا المعاناه ديالنا من الاول حتى الاخر، هادشي كل هاد الاحداث اللي كنقول لكم من الاول من بدايه هاد التسجيل الى هاد الساعه راه كلها مسجل، كلها عندي وثائق عليها، عندي لجنه تحضيريه ديال رئيس غرفه التجاره والصناعه اللي مصادق عليها، وكان معايا هاد السيد المستشار قبل ما يولي مستشار ويبدل ويقلب وجهه، عندي الشكايات وعندي الشهود ديالي، عندي اكثر من 60 توقيع الناس الحكومه تيشهدوا لي انني بيع وشريت مايا، فيها موالين الحوانت، فيها مواطن حتى في حزب العداله والتنميه، انا ما كنسفش هذا الحزب ككل، فيه مناضلين شرفاء حقيقيين ولكن راه كاينين في القاعده، اما على مستوى يعني القاده راه لا حول ولا قوه الا بالله، الناس هذوك صافي يعني جازوا القنطره.